اولا بالنسبه لهذه عمليه انتخاب اعضاء مجلس العماله لاول مره في التاريخ انه يحجوا الصحفيين يحضروا انتخابات مجلس العمل، لان اغلبيه ما كانوش عارفين ما معنى مجلس العمل اش كيدير. هذه الاولى. الثانيه ان هذا اجراء اداري عادي، لان هذا ماشي انتخاب مجلس العمل، هذا مركز للتصويت. كيجيو المستشارين اعضاء مجلس المدينه ديك 131 واحد كتجي كتصوت على شكون اللي بغاتهم يمثلوهم في مجلس العماله. هذا هو. اما مجلس العماله تاي هادو ينتخبوا شكون اللي غادي يصوت، ومني يساليو التصويت عاد ندوزو لمجلس العماله اللي هما دوك الاعضاء اللي فازوا هما اللي مع بعضياتهم غينتخبوا الرئيس واعضاء المكتب. يعني ما عندهم عاديه لان ما عندهم ما يديروا، لان مستشار غيجي يصوت كيف انا ولا انت غتجي تصوت وغتمشي، مستشار غيجي يصوت ويمشي بحالو، اذا ما كاينش شي حاجه. المرحله الثانيه مني يدوزوا ديك 32 واحد اللي غادي يدوزوا عاد يمكن الصحفيين يحضروا، يمكن واش يدوروها اليوم او من يومين او ثلاث ايام، هذا كيبقى الصلاحيه للسلطه الولايه الجهه تقرر امتى غدير الانتخابات ديالها. شكرا. اليوم تم الامتناع ديال واحد المجموعه ديال الصحفيين من بينهم حنا نيت، الاسباب مجهوله. حنا موالفين كنحضروا لجميع الانتخابات اللي دازت هذه اكثر من 15 عام وحنا كنحضروا لهم، ما كيكونش الموجود. ولكن الغريب في الامر هو اليوم منعوا جميع الصحفيين مع العلم ان اللي منعنا السلطات اللي كتمنع، مع العلم ان اللي خص يمنعنا هو الرئيس ديال مكتب التصويت. وهادشي اول مره كنشوفوه، وانا كنقول في نظري انا ما خصهاش تكون هذه، لكن الا كانت عندنا الديمقراطيه ما خصهاش تكون بهذه الطريقه هذه. شكرا. اولا تلقينا دعوه من عند ولايه جهه الدار البيضاء على مستوى تغطيه الانتخابات، انتخاب اعضاء مجلس العماله ديال الدار البيضاء على الساعه الثانيه زوالا. كنتفاجئوا بان تم منع ديالنا. حنا كنعتبروا بان القضيه فيها المساله فيها ديال مكتب التصويت فيه رئيس وفي نواب ديالو، وطبعا الولوج اليه كيكون يعني فقط للمنتخبين او اللي غيترشحوا ولا غيفوتيو على الاعضاء، لكن هذا لا يمنع بان وكلاء اللوائح اللي كاينين واللائحات اللي محطوطين يتم مواكبتهم يعني عند وضع شنقولوا عند وضع الظرف مثلا في ورقه التصويت في الصندوق، وهذا يعني معمول به حتى في انتخابات البرلمانيه وانتخابات الجهويه والجماعيه معمول به، وبالتالي يتم منعنا بواحد الطريقه اللي هي ما مفهوماش الكومونيكاسيون التواصل ديالهم، حتى واحد ما خرج تواصل معنا. وهذا حنا كصحفيين وكمصور صحفيين نشجب وندون هذه العمليه هذه، لان التواصل هو مهم فقط لشرح الامور حتى يمكن يكونوا على بينه، وبالتالي حتى لاخر لحظه كيقول لك تجي مع السبعه باش تحاول انك دير التغطيه للندوه اللي غيكون فيها الوالي. اذا الا كانت العمليه هذه كانوا يخبرونا في الاول ويقولوا زيو حتى السبعه ما يجيوش، كاين اخوان جاو مع 10 الصباح وما فراسهمش وتفاجئوا بان تحولت الثانيه زوالا، ودابا كنتفاجئ كيقول لك حتى السابعه مساء. وبالتالي حنا كنقولوا بان وهذه رساله السيد الوالي والاجهزه اللي المكلفه داخل الولايه انهم يقادوا الخليه التواصل، لان راه كاين خلل وخلل كبير في التواصل مع الصحفيين. وشفنا البارح المهزله اللي كانت، وان كاين مجموعه من الاخوان اللي ما عندهم حتى بطائق مهنيه وداخلين، ان كندقوا ناقوس الخطر في الجسم الصحفي لانه غادي للهاويه.